السلام عليكم اخوان شريك قناه توتر الشطوره، مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم على السورانك. الناس يسولوني دائما على السورانك، خويا نجيب واش دخلت ولا لا. السورانك راني جبتهم بحال اللي راه عندي في فرنسا، ان شاء الله الاسبوع المقبل غادي يكونوا في المغرب. اليوم غنحط لكم الفيديو، هو يوم ثلاث الاربعاء الخميس انا غنسافطو من المغرب، اذا الويكاند ديال السيمانه الجايه ان شاء الله السلعه غادي تدخل للمغرب. بالنسبه للسورانك كما كتشوفوا الخوت، جبت هذه المره السورانك ديال 20 مليلتر، وكاينين السورات الاخرين اللي فيهم يعني داك المعلقه الصغيره اللي كتوكل بها الباجي او لا كاروسيت، حتى هما راه كاينين. غنخليكم ان شاء الله تصاور في الكوميونيتي ديال القناه، وايضا في الفيسبوك او لا عفوا الانستغرام ديال هو تعشق الطيور. اذا جبت السورانك ديال 20 مليلتر كما كتشوفوا، ها هي فيها 6 ديال الريوسر، كل راس بالقياس ديالو بوحدو، راس صغير اللي كبر منو الثالث الرابع هو الخامس والسادس. ماشي كما كتشوفوا شي واحدين في المغرب باش يبيعوا لكم الريوسه، فيهم 6 ريوسه ولكن كاينين غير 3 ديال العبارات، كاينين جوج عبارات كبار بحال هكا وجوج عبارات صغار منهم بحال هكا كبار، عاد دايرين لكم هاد الصغيرين جوج بحال هكا. لا، عندك كل وحده والقياس ديالها بوحدها، يعني جميع انواع ديال الطيور تقدر توكلها بهم وتوكلهم من هما صغار حتى يكبروا ان شاء الله. ايضا كاينين واحد جوج ديال الجدات كما كتشوفوا هنا، واحده بيضاء وواحده كحله اللي كيكونوا هنايا في السورانك. نوريكم الخوت كيفاش تركبوا، بعدا كتخشيها غير هنا وكتدورها باش ما كطيحش. السورانك راه خدامه مزيان، هلا كما كتشوفوا الخوت ما كايناش شي حاجه اللي مقفوله، لان كاين شي سويت ويا خويا نجيب لا حفظك ما تكونش الريوسه ما يكونوش مقفولين. هانتوما كما كتشوفوا الخوت امامكم الريوسه كاملين مزيانين، الراس اللي صار منا انا نوريكم كلشي الخوت قدامكم، كلشي الخوت خدام. كاينه زعما شي حاجه اللي مقفوله ولا مسدوده ولا فيها شي ديفو. اصلا لي سورانك انا صيفطتهم من المغرب شحال من مره، ودرت لكم الفيديو وشاركتهم معكم في القناه وفي انستغرام. فوالا لي نمره 3، هذه الصغيره كاع حتى هي كما كتسمعوا الهواء كيدوز، هذه اللي كبر منا شويه. اذا كما شفتوا الريوسه كاملين جربتهم قدامكم، كاملين محلولين، ما كايناش شي حاجه اللي فيها الديفو ومقفوله من الداخل. بالنسبه للسوراخ راه كتقدر تحلها من هنا، كتحيد هذا الراس، كتحيد حتى هذا الراس اللي كما كتشوفوا باش كتبدلوا هذه الجلده كحله. كاين واحد الجلده كتكون لتحت هي اللي وريتكم هنايا، كدير هنا والجلد البيضاء كتكون لداخل ان شاء الله. هنا بالنسبه للعبار كاين واحد الكرو هنايا الخوت كما كتشوفوا، هاد الكرو تقدروا تشدوا به العبار باش ما السورانك ما ديروش شي توريكه وتخرج الماكله او دقه، كتقدروا تشدوا بها العبار. ايضا كتقدروا تحلوا السورانك كما كتشوفوا هنا، كتحلوها باش كتعمروها وكتعاودوا تسدوها. فوالا يعني سهله في الاستعمال سهله في الغسل. اذا الخوت دابا حاليا كما قلت لكم الاسبوع المقبل ان شاء الله السوران غادي توصل، كاينه هذه وكاينه السوران اللي غتشوفوا في التصويره هنا، هذه حتى هي راه صيفطت منها ان شاء الله المغرب الاسبوع المقبل غادي يوصل. اي واحد بغى شي حاجه يدوز عندي الواتساب مباشره، النمره ديالي راه غتلقاوها في صندوق الوصف ديال الفيديو، صيفط لي اوديو او الميساج او صيفط لي اللين ديال الفيديو وقول لي راه شفت الفيديو ديالك راه بغيت السوران، وانا غادي نخليهم ان شاء الله نتفاهم معك ونقول لك كيفاش قدروا نصيفطوهم لك في جميع انحاء المغرب ان شاء الله. اولا تواصلوا معايا عن طريق الفيسبوك اولا الواتساب. خوت انا وصلنا لاخر الفيديو، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.